اهلا مساكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفني التراثي الحان عشقناها دائما على قناتكم الثانيه دوزام. الانماط التراثيه والاشكال الاصيله في المغرب متعدده ومتنوعه. غنى هاد الفنون التقليديه في بلادنا اصبح مساله معروفه، وداخل كل نمط تراثي كنوجدوا اشكال كثيره ومختلفه اختلاف المناطق. في برنامجكم التراثي دائما كنحاولوا نجمعوا بين المتعه والفائده، بمعنى اننا كنمتعوا الاذن ديالنا بموسيقى راقيه، وفي نفس الوقت كنستافدوا من معلومات كيقدموها لنا ضيوف كل حلقه. في حلقه اليوم اخترنا ان نغوصوا في احد الوان الصوفيه الشعبيه، وكنتكلم بالضبط على تعيساويت، وكيسعدنا اننا نصادفوا طائفه الركب الفلالي الاصيله بقياده المقدم عبد العالي المرابط. يا نحضره فرحوا بخلوق عز الحباب سيدنا محمد من عطم المجيد. يا نحضر افرحوا بخلوق عز الحباب سيدنا محمد من عطم المجيد. يا نحضر افرحوا بخلوق عز الحباب سيدنا محمد من عطم المجيب. الله الله مولانا، الله يا الله مولانا مولاي، الله الله يا سيدي قبل خديمكم هاريج الله. والله عطاه عالزرارة وداها، وبديت نقول في حرمه وحماه. هزا وبفيطاه جد الشرف سيدي رسول الله. أنا مزا وبفيطاه جد الشرف سيدي رسول الله. أنا مزاك في محمد تاج الكرامة روح في آدي، تاج الكرامة روح في آدي. بحر الكرايم الممشد شفيعنا فيديك وادي، شفيعنا فيديك وادي. انا منو عرض المؤيد المرصد سراجة مادي، المرصد سراجة مادي. سلطان الانبياء مصباح الزهر، سلطان الانبياء مصباح الزهر. الطاهر المطهر سيد السيادة سيدي، طاهر المطهر سيد السيادة. غرام في جمال وغاية المرآة، غرام في جمال وغاية المرآة. ودات ذابت بداها ثاني من المحبة أفكاري تاه، حار طبيب دواها والقلب عند رسول الله دواه. روح السيارة مقواها بن حال صباح أعلي شربه وما امتلأ شربه، وما امتلأ شربه. ونقبل القدم ونرغب المجبى رفيع النسمة، المجبى رفيع النسمة. معاه نجمع في الطيوغ ياه، معاه نجمع في الطيوغ ياه. سيد السراج والأبدال والقطاب سيدي، السراج والأبدال والقطاب. بسمتنا يا عتق الأرقى، صرانا وثناها الدين والنصاحة والعز وجاه، ما ونورا ونزاها بلسونا الورا راد كروم حلاه. صورة وحزم بداها يا رب ناجع عني نرضر حماه. انا مزوق في طاجة الشراب سيدي رسول
وادك قريب سامو وادك قريب سامو للنوام والخاتم صوبين كون امامو صوبين كون امامو دنيا اخرى تصراحم جوارها العضا يرحمو جوارها العضا يرحمو انا مزوج في الزواج والعمال انا مزوج في الزواج والعمال انا والصحاب سيادي الكرام سيدي انا والصحاب سيادي الكرام والتابعين من اجل عليا العيساوي كيحرك في النفوس أحاسيس جميلة وكنحسوا بواحد المتعة حقيقية. ألف شكر لطائفة الركب الفلالي الأصيل بقيادة المقدم سي عبد العالي المرابط، تبارك الله عليك وشكرا على تلبيتك الدعوة. شكرا على الاستضافة لالا، وتنشكر قناة دوزيم على هذه الاستضافة. مرحبا بك، مرحبا بك سي عبد العالي. أنت ما شاء الله ورثتي الطائفة على الوالد ديالك المرحوم سي إدريس المرابط. بغينا نعرفوا واش هذا الاختيار ديالك باش تدخل لهذا النمط العيساوي واش جا بمحض الصدفة ولا كنتي عارف بأن واحد النهار غادي تاخذ المشعل؟ طبيعة الحال لا، هذا هالطائفة متوارثة أبا عن جد. الوالد ديالي المقدم اللي تقدم واللي ورث تم قدميت على باه وعلى جدو، كذلك حملنا هذا المشعل على الوالد ديالنا رحمه الله إدريس المرابط اللي كنت بالجانب ديالو منذ نعومات الأظافر ديالي واللي متنا المغرب في عدة دول عربية وأوروبية. الحمد لله كانت لقينا إقبال الحمد لله وعرفنا بطريقة العيساوية. الحمد لله نقدروا نقولوا أنك خير خلف الخير سلف، تبارك الله عليك سي عبد العالي. سمعنا في البداية ذكر العيساوي، نبغيك تقرب السادة المشاهدين شنو المعنى ديالو، امتى كيتقال في الليلة وشنو كيتقال فيه؟ هي كنقولوا المناسبة شرط.
تماما. يعني بحيث كان بحيث يكون واحد السابع كدير الاذكار، والذكر العيساوي هو بحاله بحال الملحون، لان الشعراء اللي نضموا في الملحون نضموا في عيساوي، بحال الحاج دريس بن علي رحمه الله او الغرابلي او المسفيوي وزيد وزيد شعراء الله يرحمهم اللي نضموا في الملحون ونضموا في الذكر العيساوي. كتختلف على الانغام وكتختلف بالالات الوتريه، في الملحون كنلقاو الالات الوتريه وفي الذكر العيساوي كنلقاو طابع رباني ما فيهش الالات الوتريه، رغم انه كان الذكرى رحمهم الله في الطائفه ديالنا كانت الالات الوتريه كانوا تيديروها. والحمد لله اللي باقي الخلاف وناس بهذا المستوى بحالكم اللي كتقدموا هذا الفن العيساوي تقديم جميل بزاف. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. غدا نبقاو مره اخرى مع طائفه الركب الفلالي الاصيل بقياده المقدم عبد العالي المرابط. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على الصادق منجدي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على الصادق منجدي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على الصادق منجدي، اللهم صل على سيدنا محمد، من الله وسلام أبدا على خير خلق الله النبي محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على السامع مجدي، صلوات من الله وسلام صمدا على من سمى الله النبي محمد، وآمتنا شهادة ولا تخالف بنا عن طريقة الهدى، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على الصادق المبشر، يا ربي أنت المجيب لا لأحد سواك، يا مطهر القلوب طار قلبي برضا، الله على نبينا.
هجر وانا يا جدبان وبابوي على رجليا انا اللي نشري بهالي باب جميلة وشاخدة كيف كنقولوا. ما كرهتش مشاهدينا كون كنتوا معنا واستمتعتوا بهذه الطاقة الإيجابية اللي كنحسوا بها أنا الآن أنا والزملاء ديالي داخل الاستوديو، ولكن أكيد أنكم كتمتعوا بهذه الحلقة الجميلة. ألف شكر للطائفة طائفة الركب الفلالي الأصيل بقيادة المقدم سي عبد العالي المرابط، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. عطيتونا واحد الأجواء جميلة جميلة بزاف. سي عبد العالي بغيت نسولك واحد السؤال، يعني اليوم كتحضر الليالي العيساوية، واش تقدر تقول لنا مقارنة ما بين الليلة العيساوية قبل والليلة العيساوية الآن؟ واش كاين واحد الاختلاف؟ طبيعة الحال كاين اختلاف. دابا ولينا نخدموا الأعراس وتبدلات الليلة العيساوية. الليلة العيساوية كانت زمان تختلف على الطقوس دابا اللي كنعيشوها. كانت ليلة زمان كانت الدخلة بالجلالة، ما كانتش الغطاء، وكان الحزب ديال سبحان الدايم لابد والعشرين صفة هي باش كتبداو الليله. لابد الا ما كانش الحزب ديال سبحان الدايم ما كاين حتى عيساويت. وكيدار الذكر وكيدار الرباني وكيدار الجلاليه وتيتختم بالمجرد. هذه الطقوس اليوم لا، اليوم ولات الدخله بالغطاء. كانت عيب المختصر المفيد اليوم ولا اليوم ولا المختصر المفيد واليوم ولا تخدم يعني الشخده، يعني تخصك تدخل لواحد الزفاف او العقيقه او كذا بحال هذا الشيء، هذا خصك دير شي حاجه لبس تبسط الناس وتحبب الناس عيساويه ودي شويه ديال شي حاجه شويه حماسيه. اما بالنسبه للناس ديال زمان كان الذكر وكان داك الشيء يعني على قواعده. اليوم تبدلات شويه. على ذكر اليوم نبغيو نعرف واش انت كشاب دخلتي لهذا الفن اللي هو ثقيل، كنهضر على القيمه ديالو، واش ما كتشوفش بان كاين واش كاين الخلف، كاين الناس اللي تقدر تعول عليهم في المستقبل ديال تعيساويت ولا لا؟ طبيعه الحال تبارك الله شباب ممتازين اصوات رائعه. يعني ما شاء الله لا في الميزان
ولا في الاداء ولا في كل شيء ما شاء الله. هاد الشباب هادو طالعين تاي سويت ما نخافوش عليها لان عندها مستقبل وعندها محبين ديالها ماشي في المغرب تبارك الله ولات في العالم. وهاد الارض ولاده والحمد لله كاين الشباب كيهتموا بجميع الالوان التراثيه، وكنتمنوا من الشباب اللي دخلوا لهذا الميدان انهم يهتموا ماشي غير بالشكل بل يهتموا حتى بالمضمون ويحافظوا على النصوص ديال تعيسى. حاجه وحده لا خليني نقولها قولي هو انه كتقولوا انتم في الملحون الشيخ بلا شيخ باطل شيخ، يعني هذا المقدم او الدكار جبهو خاوي الشيخ بلا شيخ الدكار او هذا المقدم هذا خصو يروى من عند واحد المعلم ديالو، يعني واحد الدكار واحد الخزين ديالو يعني كما كانوا زمان يتلمد على واحد الشيخ وياخذ منه الرساله واضحه. سي عبد العالي تبارك الله عليك، كنا جد سعداء تكون معنا اليوم وكنشكروا من خلالك طائفه الركب الفلالي الاصيل تبارك الله عليك. مشاهدينا ما بقى لي الا انني نقول لكم انتظرونا في عدد جديد مع لون جديد وضيف جديد دائما في برنامجكم الحان عشقناها. النبي المصطفى مولاي باغي الصوت النبي المصطفى